رب العالمين يقول بالقرآن: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. ما معنى جار لكم هنا؟ جاركم شيخ جاركم جاركم لحدكم عيا طابق مثلا وإني جار لكم جاري لأحد حد جار سنة. الجار في القرآن تأتي بمعنى المجاورة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: والجار ذي القربى، وتأتي بمعنى المنع والحماية، ومنه قوله سبحانه وتعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد. من هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى: وإني جار لكم، على لسان الشيطان لما تمثل الشيطان بصورة سراقة بن مالك في غزوة بدر وقال لكفار قريش: إني جار لكم، يعني مجيركم من كنانة. ولذلك ينبغي التنبيه على هذا الموضع. تابعونا على هاشتاج 100 كلمة في القرآن تفهم خطأ.